بتجهزوا لي طنبور وبتحطوا فيه كل شيء تاخذ من العماره ومن اهالي العماره. صراحه ومشان شو زيباء؟ بتعمل اللي قلت لك عليه بدون اسئله. بس من حقنا نعرف بكل شيء يا زيباء، لانه وقت فتنا على العماره فتنا على ارواحنا وانت ما كنت معنا. شو هالحكي هاد لك جندال؟ شو هالحكي هاد؟ من ايمتى ونحن بوارد الحكي عن المصاري والذهب والغنائم؟ جندال معه حق عمي، نحن إلنا حق بالرزق ولازم نعرف شو بده يعمل فيه. اسمعوا لا منك إلو، قسما بالله بطلع كل فشتي فيكو، تعملوا اللي قلتلكن عليه ومن تمساكي. بس يا زيبا خلاصوا لا، هلا عكاس صار بين ايدين الباري، ما راح أقبل حدا يجيب معدله كرمال كل مال الدنيا. ولا يهمك زيبا، اعتبره صار. يا بي والله أنا بالي عند سعيد، شو بده يصير فيه هلأ؟ طولي بالك يا بي، طولي بالك وبإذن الله ما بيصير لك الخير. من هون لبكرة بتكون القصة محلولة بإذن الله. ايه وبركي الزيبع ما رضي يعطينا يا؟ لا ما بظن يا بي، لا ما بظن يعمل هيك أعوذ بالله. هلأ أهم شيء نطمن على وفاء، وابنك بإذن الله بكرة بيكون عندك. خلص أدوات إن شاء الله. دي تعمي سعيد تعب، أنا جايكم بلا سلاح وغايتي شوف الزعيم أبو العز. نزلوا سلاحكم شباب، هذا الزيبة شريف. الزيبة اجا؟ ايه يا بي اجا. وشو بده يا بي؟ يو معقولة بعد كل اللي عمله له عين يجيب اجري على الحارة؟ يا بي اجا وجايب معه سعيد. يعني جاي مشان يوصل سعيد؟ اهدوا يا بي، اهدوا وفوتوا على وقتكم لاطلع شوف شو بده. يلا ايوب هو سعيد عند اختك يا بي. يلا عمي انا كثير بحبك. وانا بحبك عمي، وانا بحبك. روح الله يحميك، روح. شرف عمي شرف. يا الله اول باشتان انا جاي لوضح لك انه اللي عمله المرحوم اخي كان غصب عني. يعني انا ما خاوزت معك بنوب وربي بيشات. يا سيدي الله يرحمه، اللي صار صار. وتاني باشتان انا جبت معي كل اللي اخذوه رجال عكاش من بيوت العماره وكله على دوز بارغ. اصيل اصيل وابن اصول يا زيبا. ايه والله انك اصيل. هو بعيدك بدي منك ما حدا يجيب معدل اخي بالعاطل. هو ارتحم ومثل ما بتعرف ما بيجوز على الميت غير الرحمه. زيبا ما في داعي لهذا الحكي، هذا الكلام كله راح يصير بإذن الله. وطالت باشتاون بدي جسد أخي. تقبر قلبي يا عم، تقبر قلبي. شو اشتقت لك؟ ما اشتقت لي؟ مين قتل لي أبي يا عم؟ مين قتل لي يا عم؟ أبوك الله يرحمه راح لعند ربه. مو مهم الشغلات التانية، مو مهم. يعني لا أنت ولا عمي الزيبع عم ترضوا تقولوا لي. خلص خالتي لا تشغل بالك بهي القصص. الله يسامح يلي ببالي. قبل ما امشي في كلمتين لازم تعرفهم زعيم. قول يا امي. انا الي تار ودم اخي برقبتي وراح اخذ بتاري ولو اخر يوم بحياتي. شو تارك معنا انت يعني؟ لو تاري معكم ما بكون دايس بساطك زعيم، انتوا اهلي وخلاني وما في بيناتنا تارات. بس اللي قتل اخي راح اطلع بروحه وانا الزيبا. اه قصدك كريم يعني؟ إذا كان في إلي عتب عليك زعيم هو إني حذرتك منه، بس أنت ما أخذت بكلامي بنوب.
طب فهمني شو؟ معقولة الزيبق يحكي شيء هذا مرات؟ لا تقبريني، لو بده يحكي كان حكى من هديك المرة. ايه بس جايز بعد اللي صار يغير رأيه ويحكي لك أختي؟ قلي لا، هو مانو بهالوارد منه، لا تشغلي بالك تقبريني. دوب عم يفكر بأخوه الله يرحمه. عكاش أخوه والأخ غالي كتير. الله يرحمه. يسمع منك يا رب. إن شاء الله ما يصير شيء. عمي زيبة العمارة حارتك وأهل أهلك. وقلوب الناس قبل بوابة مفتوحة ومشرعة إلك وحياة عينك. الله يعزكم عمي أبو العز، بس أنا قرنتي مو هون، قرنتي برا. الله يحميك لك عمي. ولا أروح أستلم جثة المرحوم، يعني إذا ما عندك مانع نقوم بالواجب. من يوم يومك صاحب واجب عمي أبو العز، عداك العيب، بس ما في داعي. الله يحميك. خلينا إياك، يلا السلام عليكم. سلام ورحمة الله. خاطرك يا أبي. الله معكم يا أبي. لا إله إلا الله محمد رسول الله. خير يا أبي، شو صار معك؟ خير يا أبي، شو بده الزيبق؟ لا يكون جاي يصفي حساباته مع أهل الحارة. بالعكس، الزلمة جاي وجايب كل شيء أخذه عكاش من بيوت أهل العمارة. يا أبي، شو مشان سعيد؟ بده يضل معي هون ولا رح ياخده عمه؟ بده يضل هون يا أبي، لا تاكلي هم بنوب. أنا بدي أشوف أبي قبل ما يندفن، بدي أحضر جنازة جدي. تكرم عينك يا جدي، هذا واجب. بإذن الله رح نعمل العزاء هون بالبيت. الله يخلينا إياك يا أبي. وعيب علينا ننام قبل ما ناخذ بتارو للعقيد. جاي تاري لك جندل، جاي تاري. ما رح كن ورا، رح اهدى لحتى اخذ بهالدار، وهالدار برقبتي ليوم القيامة. احنا كنا معك على الموت. يا أبي الله يرضى عليكم، من صباحية بكرة أي شيء سرقه عكاش من أي بيت من بيوت العمارة بيرجع لأصحابه وعلى دوز بارها. أمرك يا أبي. يا أبي إيه والله الزيبق طلع قصير وابن أصول. لك يا أبي، الزيبق من لما كان في خلاف بيناتنا كان محضر خير الزلمة. مظبوط. يلا يا أبي الحمد لله خلصنا. وبتنبهوا على كل أهل الحارة، ما حدا بيجيب معدل عكاش بكلمة ولو كانت هالقدة. حكينا بهذا الشيء أبي، ولا غنى عنك. بعد جيت الزيبق لك يا ابني صار هذا الشيء أماني برقبتنا، لذلك أنا ما بسمح حدا يجيب معدل ولا بكلمة. أمرك يا أبي. ومن بكرة تحضروا حالكم ونطلع الدفن. أمرك يا أبي. عاد عم يدادي. صلوا على النبي، صلوا على النبي، صلوا على النبي. على ما تكون يا جماعة، على ما تكون. خود عم خود. منو غاضب قاسم عطية؟ يلا يا ابني يلا. ولع شباب. صلوا على النبي.